أخبار اليوم. شفت راجل شربات ازاي؟ وداني سبحة مش اداني كالكشر غيرش التيشيرت. طبعا تسألوا هي مش ايه الراجل التاني اللي اسمه فريرة دوما. طب انا من شهر ونص قلت عليه فاشل، لان في القعدة هم قاعدين وانا قلت له اول مرة اتكلم في التشكيل انت هتتغلب. قال لي لا انا هكسب الاهلي. قلت له والله هتتغلب. فالمستشار احمد جلال هنكسب باذن الله. قلت له لا، ربنا ما بيجرحش المتواكل. التشكيل اللي عامله ده تشكيل عند تشكيل واحد عايز يتجلب عشان يمشي في السلسله. فانا لما اتحمل مسؤوليه لو اتغلبت اتحمل مسؤوليه فاتغلب اسيبه اجيب له رقاصه؟ قلت له فاشل. وكل المداخلات في كل القنوات بتلاقي علي حنبله يعمل مداخله مع خالد غندور ولا مع حازم ولا مع الاخ سيف ولا مع شميل يقول له ايه ولا مع كريم يقول له هذا التشكيل والمدرب فاشل. محدش بيتكلم. لكن اول ما مرتضى منصور يتكلم يولع فيه يضربوه بالرصاص. فهو اللي طفش طفش لانه عنده مشكله في الفلوس. كان بياخد هنا مبلغ فدوله قدوا ثلاث مرات هناك عند ست موسى ان شاء الله ربنا زرقت اخدها او بتاع وكل اللي بيدربوا هناك ونخلص.